قابلوا إخوانكم وضموهم إلى صدوركم، فأنا لا أريد تلك الدموع تتقاطر على وجهي وأنا ميت، ولا أريد حضنك يا أخي تحضني وأنت تزج بي للقبر. أريد أن أشعر بدفء حنان أخي وأنا حي. أريد أن أرى تلك الدموع تتقاطر علي على كتفي وهو يضمني وأنا حي. لا أريدك وأنا ميت، فأنا ميت لن أشعر بك. أريد أن أشعر بمعنى أخي وأنا حي. فأرجوك يا أخي لا تجعل الدنيا تبعدنا، لا تجعل زوجتي تبعدك، لا تجعل أبنائي يبعدونا، لا تجعل الدنيا تبعدنا. أنا أخوك وأنت أخي، فإن لم أستند عليك على من أستند يا أخي؟ تذكرت قصة الحجاج، حينما خيرها الحجاج خير الفتاة بين ثلاث، إما الابن أن يقتل وإما الزوج أن يقتل وإما الأخ. فقالت الزوج الولد مولود أنا آتي به، والزوج موجود لو قتل سأتزوج غيره، لكن الأخ مفقود، لو فقد أخي لن أرى أخا ولن يأتي أخ. فلهذا عانقوا أنفسكم، لا تكابروا ولا تتكبروا على إخوانكم، فالدنيا قصيرة صغيرة تافهة تبعد أقرب الناس إلينا، ونرى أقرب الناس إلينا عدو وهو أحن الناس علينا. لهذا اذهبوا لإخوانكم وخواتكم وافتحوا صفحة جديدة معهن ومعهم، فما يدريك فربما ملكوا الموت على الطريق.